حاج حمد يقول السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. خاوتنا وخواتاتنا وين ما كنتوا، هذا الحاج حمد يحييكم من الوسط للشرق للغرب من الشمال للجنوب. وما ننساوش خاوتنا اللي راهم في الغربة، نحييكم كاع ونقول لكم مرحبا بكم في هذا الفيديو اللي نتمنى يكون فيه الخير للبلاد والعباد. يا ابن كيران انت راك مريض على كل حال، وراك تعطس وراك واعط قدامك وحالتك اللي حالاش، الا ماهيش حاجه ايرجون زعما شدك تدير هذا لا 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 الفيديو كاع. انا غنقولها لكم الاخوان الجزائريين، نحن جميعا في خطر. نحن جميعا في خطر يا حوج. واش من خطر ابن كيران؟ واش من خطر؟ احنا الجزيره انا في خطر معاكم؟ تاش الخطر؟ لا اسمح لي اسمح لي، هنا نعكسك. تقول لي انتم راكم في خطر، نقول لك واه راكم في خطر. الخطر الاول النتائج تاع التطبيع اللي سنيته، معاد التطبيع. ايوا النتائج الوخيمه اللي راهي جايتكم، ما كانش دوله دارت التطبيع وجهها الخير، وهذا الشيء راك عارفه، هذا يشكل خطر. الحاجه الثانيه الغلاء، الغليان ماشي الغليان تاع المجتمع المغربي على جال الزيادات وعلى جال انتهاك الكرامه تاع الناس والقوانين المتحفه، وكاع كاين غليان شعبي القدره راهي غير تغلي عندكم، هذا يشكل على المخزن خاطر. كذلك الاستدانه من صندوق النقد الدولي يشكل عليكم خاطر، راكم في خاطر مورا خاطر مورا خاطر، راكم غير خاطر مورا خاطر. بس احنا ما عندنا حتى خاطر، وكيكون علينا خاطر نعرفوا كيف نقابلوه. والله اعلق وصفق رائع وجميل الحاج احمد.